Special, yes? منطقة كيبي كاي جينا بالفاري صراحة كانت حلوة الرحلة بتكلف 60 سنت بالبوت تبع الدولة أكيد فيكم تاخدوا بوت خاصة بتكلف أكثر بس كما وصلت الدولة منيحة فيكم تقعدوا بالطابق الفوقاني هي مكشوفة فيكم تقعدوا بالمطبخ بالطابق التحتاني في عندهم كافيتيريا وفي أكل وكل شيء خدمات بالبوت أخذت تقريبا نص ساعة من منطقة كواغس انو الفيديو للاخر اللي تستكشفوا معنا منطقه كاديكاي نحن حنفرجيكم كل الستريت فود الاكثر شيء مشهوره التركيه مثل السميت مثل الحلويات هلا بتشوفوهم بالفيديو قصص كثير طيبه وحننصحكم انكم تجربون وكمان حنفرجيكم نبرم معكم على الشوارع وتشوفوا الاسواق وين بيتسوقوا الاتراك ما اكلنا شيء بالسفينه فجايين هلا ناخذ هي مثل الخبزة او البيجة التركية فشكل كيف هي من جوا بتكون فلافي ومن برا محمصة فيكم تاكلوها معني طلع او مع جبنة بس انا صراحة بفضلها سادة وسعرها بس 7 ليرة ونص يعني شي بسيط حوالي 30-40 سنت فيكم توصلوا على منطقة كيديكاي بالفيري بتكلف 15 ليرة يعني حوالي 3/4 دولار فيكم توصلوا كمان بالباص من منطقة التاكسي منطقة كيديكاي هي المنطقة كلها التركية بتجوا بالباص عليها فيكم تجوا كمان بالتاكسي بس أكثر كلفة صراحة النقل العام لتوصلوا هون كثير هينة عم ياخذ حوالي نص ساعة بس بتكونوا موجودين بمنطقة كيديكاي بمنطقة كيديكاي بتلاقوا كثير من هودي البوفيهات اللي بيكون عندهم تشيز ساندويتشز أو دونر يعني شاورما فيكم أسعارهم بتكون كتير رخيصة يعني تقريبا قد ما إذا عملتوها بالبيت وكتير طيبة يمكن طلع عبالنا شيء حلو طلع قدمنا هالمحل ببيع حلويات التركية أطيب الأنواع بيقول لقمة وعنده كمان كنافة وغير شغل هنجرب من عنده اللقمة بنحطها أول شي بالزيت المقلية بعدين بحطوها بالقطر سعر البورسون بس 80 سنت شهي بتقرمش في محلات بتحشي جواتها قشطة فينا بحطوا فيها شوكولا والشوكولا بتفرق بس 20 سنت بس أطيب سادة صراحة هاي المرحلة كده كده عم كل شيء موجود فما فيك تستوعب حتى نفس الحلو هذا السوق بكذا كاي كل شيء من ملحمة أسماك شو ما بدكم بهارات حلويات وحتى كمان ما في محل كل شيء محل سايز وعنده حلو عصير المخلل أطيب أنواع العصير بيشربوا منه هني وعم يتمشوا بالأسواق مع الأكل هنجرب هلا نوع كبير شراب الكبيس حار اكيد حطلنا فيه حبة كبيس وهذا شي بشهي
كثير طيب وحرق. ولا أطيب من هيك الزيتون التركي. شوف الأنواع شوف الأنواع. كله يعني كل هالأنواع بس على الزيتون. صار كتير. كل شيء الغلات اختوا عبيتكم بتلاقوها هون بالمنطقة. كل شيء من الوبانت. فستو. حتى في التمر على أنواعه كل شغلة كل شيء مجفف من مشمش لعنب لزبيب وبأفضل الأسعار موجودة من المنطقة وكل شيء كمان أعشاب الشاي القهوة شو ما بدكم موجود كمان. بهيدا الشارع اللي هو دغري بعد البازار بتلاقوا كل المطاعم اللي على سمك وميديا وهالقصص كل القصص الطازة ضروري تجوا لهون بتجربون او كل الطاولات ابيض وازرق هيك مثل حسب هيكم باليونان. شوفوا الديكور صاروا نوعا ما مقبولة يعني منا كتير غالي لانه هالمنطقة منا اوفر سياحية. كل أنواع المقبلة مقبلة وسمار بحر وسمار مقلة ومشوي يعني كلهم مقبلة حتى كمان بيعملوا كباب وأنواع اللحمة وعندهم كمان بيض تلاقي هون عندهم كل أنواع العسل حتى عسل بوشهدو. We have all Lebanon. Lebanon, okay. All types of honey. I like Lebanon. Yeah. You want to try honey? Lebanon like Istanbul. Yes. Yes. Try? Yes. Test. Turkish honey, sir. Yes, Turkish honey. This is from Biloxi. Region Biloxi, city Karadeniz. Karadeniz. Trabzon, Rize. So delicious. Yes, delicious. Zuhur, zuhur. حتى عندهم شيء غريب هو لبن تجي الكاب وبحطه على وجه عسل واسعارهم صراحه كثير منيحه يعني هذا الكاب سعره بس دولارين. شكلر شوي مثل اللبنانيه بس هون الاتراك اكثر بيامنوا بصيف العام لانه وين ما تلاقوا محل بكونوا حاطين هيدا الفرنزر او فيكم تشترون حتى يعني بورتوكلي بدكم يبعلوها بالبيت او حتى بحطوها بالمطبخ. شو الجزال حتى في هون بورتوكلي لا انا قصص منظومه. هيدا السيرة أكثر شيء بيجوا عليه لما يكون في حفلات الكل بيجوا بيحضروا بيحتفلوا من بعض سيلبريشن ضروري إذا عرفتوا إنه هون كنتوا عم تعملوا سياحة وفي حفلات فوتبول تعالوا هون بعد ما كل شيء من أنواع من أراجيل حتى لمشروب والجو كثير بيكون حلو بيشربوا بيرة. منطقة كاديكوي مثل المطعم اللي بيع بيتزا باستا كل الشغلات الإيطالية بصراحة عنده تشكيلة كبيرة حتى عنده فيجن دوندورما دوندورما يعني آيس كريم بصراحة أسعاره منيحة يعني نقول البيتزا حجم كبير حوالي $5 عنده على بيبروني كابليكوشيا حتى على فلي وفلام كاتشن شو ما بدكم فيجيتيريان عباستو كولا ما ننسى كل أنواع الباستا. نوع من أنواع الستريت فود التركي المشهور هو ميديا دولما. ميديا دولما هي المول أو الصدف الأسود بتجي محشية رز مع بهارات
بتتاكل سادة وفي محط فيها صوص أو حار عصرة حامض مع ملح وبهارات خصوصة. يكون في جلدة تبع المول مع عصرة حامض. نكفي فيه. كثير طيبة صراحة. عامل البهارات عنده قوية. حبينا نجرب نوع الميرينج اسمه بازل بالحركة. هيك قد ايه حجم الميرينج؟ كثير كبيرة هتكفي الايدنا لورا. بتجي من تحت مغطسة بالشوكولا. كثير طيبة. الميكس بين الشوكولا والميرينج بتقرمش، بتعطيها نكهة مش طبيعية صراحة. وسعرها بس دولار ونص. كل ما نكون نحن بكاديكوي ضروري نجي عن هذا المطعم الجيرجي هو لوسي. هذا مطعم كثير طيب، بتلاقوا عنده كل انواع المشاوي، يعني مثل قطعنا كباب، كل انواع الكباب الحار والمش حار للي ما بحبوا الحار. كمان بتلاقوا عنده اللي هو بيكون السودا، بتكون مشويه سودا بقر او سودا خروف، يعني كثير طيبين وبيقدمها مع كل الاطباق تبعها، بتجي مجانيه مع الفرح. هلا بنشوفهم. This type tooth, kimyon, what is that? Kimyon. Remember that kanat? Kanat. Sliver. Yeah. 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 Lamb liver. Chicken. Here, 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 here. هي سعرها 220 ليرة، بنحكي يعني 9 دولار. في لحمة، في دجاج بسموها طاووق بالتركي، في أضنة كباب، أرفلي كباب، وفي ساندويتش عندهم ب 105 ليرة، ويورك تشيش بورشن. هودي كل شيء نزل على الطاولة من هون. البصل مع الصوصات خصوصي، البصل المشوي في هذا السلطة، هذا البصل الحار عنده صراحة كتير قوي، يعني البهارات اللي بحط عليهم كتير طيبين. أكيد هون بيجي نعناع مع حامض. عندهم شيء سبيشل اسمه ميرسين كربش، هو شيء نوع من الدسير، وكل شيء درينكس عنده اياه. هيدا المطعم بنزل لكم هيدي التشكيله، بتكون هذا البصل المخلل مع بهار الاحمر، البصل المسلوق مع صوص كثير طيبه، كمان البقدونس والبندوره المشويه، الحر المشوي، البصل المشوي، هو كلهم بتحطوهم بالساندويتش مع اللباش لما انتم بتجيبوا المشاوي. يعني في عندكم كمان الكبيس الحار والحامض، هذا اطيب شيء بتركيها مع السلطه، سلطه الخضره اللي بيجي فيها بس انه خس ايسبرغ مع بندوره مع ملفوف احمر مو، هيدي كثير طيبه. كمان عندنا اطيب سلطه بالنسبه لنا اللي هي ازمه، ازمه سلط، ازمه سلط بحط عليها دبس رمان، هي بندوره مع بقدونس وكل انواع الخضره الخضراء. هيدي سلطه كثير طيبه، بتاكلوها كمان بالساندويتش او لوحدها بالشوكه. Liver. Special, yes. Sujar. Hot, hot.
شكرا لك. هيك صراحة شيء بشحي سخن. وصلوا هلا على السوداء، ليكم سحسحين على الفحم صراحة عم يغلو شيء بشحي. بنجيب الخبزة نحط قطعتين سوداء اكيد، ما شو ما بننسى بنحط بقدونس حر اكيد هون. سبيشال صوص هيك هيك دبس الرمان صراحة شي بشهي. بصل هيدا هون البصل زيادة زيادة إذا بدنا نقويها بنحط الحر، الحر التركي صراحة كتير قوي. نرجع بنغمسها بالصوص مع دبس الرمان. شي بشهي. أنا بحب أكلها سندويشة كاملة، فحأخذ كل هذا الشيء حطه بهذا الخبزة. شوفوا فيها هيك، مثل ما قلت لكم أنا كثير بحب هذا السلطة. أحط هيك، أحط معه بصل مشوي، بصل مشوي، وهيدا الحار المشوي. أجرب غلفها معنا بتتغير. أنا جرب محل من أشهر محل حلويات بتركيا، أكثر محل اللي هو كافي كتير صغير، عنده هيدي الشامبري، عنده هيدي الكاتلة، وعنده كمان تربالي يعني كوكيز على التفاح. جربناه قبل بمرة وكتير حبيناه بس مسكر. هيك بنكون خلصنا الفلوج تاع مدينة كاديكوي، اكتشفنا كثير من انواع الستريت فود والجو بهالمنطقة كثير حلوة. ان شاء الله يكون عجبكم، إذا بتحبوا نزيد شيء أو نغير طريقة محتوينا بليز خبرونا، وبليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو. باي.